النهارده يا جماعه على الصبح تم نزول 800 جنيه في سعر طن الذره، والمفروض وكان يحصل كالاتي: يبقى مصانع الاعلاف يتحركوا شويه نزلونا في سعر طن العلف، والنهارده في نزول قوي جدا في سعر كتكوت الابيض والبلدي والبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، فضلا وليس امرا. اول حاجه نصلي على رسول الله، واللايك الحلو بتاعكم واشترك في القناه، وتعالى اقول لكم اسعار الدواجن من عمر يوم واحد لغايه الدبح. اسعار الدواجن يوم الاثنين 11/3/2024، وليكم الاسعار. نبدا ان شاء الله على سعر كتكوت الابيض الاهالي ب 21 جنيه، كتكوت ابيض شركات ب 25 جنيه، كتكوت بلد حر ب 7 جنيه، كتكوت بلد مشعر ب 9 جنيه، كتكوت بلد هجين ب 10 جنيه، كتكوت بلد هجين متهجن عالي ب 12 جنيه، كتكوت جمازة بيور للأسف الشديد النهاردة وصل 19 جنيه، كتكوت رزي فرزي برابر ب 13 جنيه، كتكوت رز على وشه ب 16 جنيه، كتكوت رزي فرزي ديوك ب 19 جنيه، كتكوت فيومي بلدي ب 10 جنيه، كتكوت ساسو جلتاني ب 12 جنيه، كتكوت ساسو شفر ب 14 جنيه، كتكوت سمان ب 3 جنيه و 75 قرش، كتكوت سمان ب 3 جنيه ونص، كتكوت الوز عمر واحد الكتكوت ب 49 جنيه، كتكوت رومي اسود ب 46 جنيه، كتكوت رومي برونزي 48 جنيه. بالنسبه اسعار البط، بط مسكوفي ار 41 ثابت لكام يوم يا جماعه؟ سعر البطه الواحده 50 جنيه، بط مسكوفي مخلط 45 جنيه، بط مورا المحلي 35 جنيه، بط بلدي 30 جنيه، بط بكين عاده 18 جنيه، بط شرفان 20 جنيه، بط فرنساوي بيور ب 25 جنيه. بالنسبة أسعار تنفيذ كيلو الفراخ البيضة ثابت ليه كام يوم؟ على 88 جنيه كيلو واحد من قلب المزرعة. تنفيذ كيلو الفراخ الساسو 100 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر والبلد المشعر جملة من أرض المزرعة 115 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيومي جملة من أرض المزرعة 110. تنفيذ كيلو الرومي الأبيض 110. تنفيذ كيلو الرومي الأسود 125 جنيه. تنفيذ كيلو البط البلدي او السوداني جملة من ارض المزرعة 125 جنيه. تنفيذ كيلو البط المسكوفي 110. تنفيذ كيلو البط المرر 95 جنيه. تنفيذ كيلو البط الابيض 85 جنيه. ولو عجبكم الفيديو بتاعه واستفدت منه، يا ريت دعمونا باللايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.